السلام عليكم، معكم مهند غلام 050-516-3525 من بن حمودة للسيارات. اليوم احنا بنسلم سيارتنا التريل بوس الكابينة الواحدة مع تزويد الشاهين من بن حمودة للسيارات. زي ما احنا شايفين سيارة عليها دعمية الشاهين مع الشبك الاسود والشعار المضيء، شعار الشاهين على الدعمية الامامية، فيها الليتات ال LED على الجنبين وفي النص، تصفيحة للجير والماكينة من تحت ما شاء الله. شعارات الزي 71، الانتنة القصيرة، شعار الشاهين، دواسة متحركة ما شاء الله. الشكل الخلفي ما شاء الله رائع مع شعارات الشاهين، خدمة الشيفروليه، طلبنا زيادة السبويلر تذكيرة طبعا، والجار أو رش الحوض الخلفي تم إضافته. هنشوف صاحبنا أحمد. اتفضل يا أحمد، كيف حالك؟ هلا حبيبي، مبروك عليك وربنا يديك خيرك فيك شرها. احكي لنا عن تجربتك في بن حموده للسيارات، تعال روح عند سيارتك شوي. والله ما بقصر صراحه، كتجربه ما شاء الله تبارك الرحمن، كتعامل ككل شيء، حتى الموعد تسليم حاولت ان تقدموه عشان، لان انا كنت مستعير صراحه، كتجربه ما قصر. بنشكر الزميل بعد مهند اللي ما قصر ويانا. طيب انت شفت السياره فين؟ انت من ابو ظبي؟ لا مش من ابو ظبي. وعرفت عن السياره كيف؟ في الانستغرام لما كنت هدف له شفتها، لفتتني السيارات شاهين وسراب، بس انا رايي شخصي شفت شاهين افضل ما شاء الله، لان مرفوع وجهي عسبتي اخترته وما قصروا الجماعه. ممتاز ممتاز، يعني انت عرفت عن السياره اونلاين وعرفتني انا كمان اونلاين تمام. بعدين جيت شرفتنا هنا في الوكاله مره او مرتين بس، مظبوط؟ نعم، يعني اول مره وثاني مره بس عشان تستلم السياره وقبل ميعادها، مظبوط؟ نعم قبل ميعادها. طب الحمد لله. طبعا احنا بنتمنى لك طبعا الامان اول شيء في سواقة السيارة. آمين. ان شاء الله ربنا يبارك لك فيها ويديك خيرك وفيك شرها، واحنا مستنيينك طبعا في السيرفيس الاول على 10,000 كيلو ان شاء الله ترجع تشرفنا مره ثانيه. جزاك الله خير. حبيبي، شكرا يا ابو حميد، شكرا شكرا.